القصة اللي واخدة العنوان اللي هي الصراع على المسجد القديم، وده صراع كلنا في الأحياء بتاعتنا بيبقى موجود حاجة بالشكل ده. أما جذب أمور طبعا هو فيه رسائل خفية بيبعتها لنا في السكة كده، يعني المسجد قديم لكن جم هيبنوا فوقه عيادات و يعني من غير تفاصيل. فما تعليقاتكم وتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. المشكلة ان في ولي، واحنا المصريين من موروثنا القديم حكاية الجسد، الخناقات كانت مشهورة على اولياء كتير وقديسين وحاجات بالشكل ده. لكن اللي جاب سيرة الراتينة ايه بقى؟ او الراتينة اللي جاب سيرتها، ان اولا ده من غير تفاصيل كتير، يعني ده اختراع المصريين عملوه بحيث يستفيدوا من الفكره بتاعت ان الوقود او حرق الوقود يعمل ضوء، واللغه العربيه تكاد هي الوحيده اللي النور فيها مرتبط بالنار. يعني لما تدور في لغات تانية ممكن تلاقي فليم مثلا في حته والتانية لايت، كلمتين متباعدتين، لكن في لغتنا احنا نور ونار دي مرتبطه، ولذلك مصدر النور هتبص تلاقي لازم يكون فيه نار اما تشعل النار. وطبعا هو عايز يبعد بينا عن الاسطوره بتاعت ما هو ابرع مخترع في العالم هو اللي استأنس النار، اني قد انست نارا مثلا، اللي هي الاسطوره اللي اليونان خلوها بروميثيوس. الراتين عباره عن ايه؟ غشاء زي الشاش كده، وبيحطوا عليه ماده كيماويه بتتوهج لكن تشتعل دون ان تحترق. هي البراعه بتاعت الدماغ المصريه دي اللي انا ما اعرفش كانت بتعمل ايه عشان تطلع الفكره دي، ان ازاي ينتثر بخار الكيروسين لان ده كان بيشتغل على الجهاز القديم ويشتعل العواجيز. هيبقوا عارفين الراتينه دي لو تستفيد طبعا. وبعدين الراجل اللي يولعها فيتم الحرق للرذاذ اللي موجود جوه ده، فيخلي الراتينه دي تتوهج لكن ما تشتعلش. هي البراعه في كده. لكن طبعا شويه بتقدم، ولذلك هو ربط هنا بشكل، عشان كده يعني هي الحكايه هنا الملمح هنا صوفي، ولذلك نحس هنا حتى الايه بتاعت المشكاه، ايه المشكاه واضحه قوي هنا، ان التوصيف هنا للزيتونه لا شرقيه ولا غربيه، النص يعني ان الاشتعال هنا تم للوقود مش للمصدر بتاع الوقود، ولذلك هو هنا الخناقه اللي حصلت في الحي على الولي كانت مشكله فيها الكفن القديم اللي هو طبعا بلى بفعل الزمن، لكنه الاهالي بينظروا ليه باعتباره مصدر من مصادر الاشعاع. يعني اشعاع ايه؟ ما حدش، بس هو اشعاع وخلاص. يعني هي الحيره اللي احنا عايشينها يعني تاريخيا يعني. ولذلك ابتدى الاهالي يتوارثوا او يستعيدوا الحكايات القديمه عن هذا الولي. وطبعا احنا حكاياتنا عن الاولياء ما بتخلصش، لدرجه ان في حاجات مضحكه يعني يعني مثلا هو في القصه بتاعت الدكتور حاتم هنا اتكلم عن ان في جنازه الشيخ ده في طائر غريب كان طاير راح داخل وجثم داخل النعش، وهو اللي وجههم لمكان المقبره مثلا. الكفن اللي هو ازاي، هل يعني هيعيدوا التكفين تاني ولا هيبقى هو الكفن بالشكل ده. القصه اللي هو يعني باين على فيها ان هو يعني خلاص ضج من حاله الانضباط، وهو اللي يقترب من الدكتور حاتم ويتعامل معاه يحس بقدر هائل من الانضباط. يعني ما شاء الله عليك يا دكتور. انما انا اللي اقصده ان القصه اللي هو عبر فيها عن ان هو ضج من الانضباط، كمان هو صغلها عنوان اللي هو بيقول سماها الخروج عن السطر. يعني كانه يعني عمل خطه، حتى الافساد هنا ده هو كان عامل له خطه، يعني مش مثلا ترك نفسه لعشوائيه الشارع او لا 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 لا، ده هو عامل زي منهج هينزل يروح ايه او يعمل. ولذلك حكى لنا بالظبط
الخطوات اللي هو هينزل وهيروح المكان. وطبعا يعني هو فيه هنا هقول بس هستعين هو زهق وبيحلم بيفكر في مغامرة لكسر الملل. الأوصاف اللي عملها هنا إنه إن هو مشي ذكر أسامي الأماكن بالاسم، يعني جاب سيرة مطعم فلفلة وفي عناوين اتغيرت، يعني الكافيتيريا ستيلا ما بقاش صح في المجتمع دلوقتي، يبقى مكتوب ستيلا، فطبعا ستيلا دي تودي النار، فهو اتغير. أنا ما أعرفش بقى اسمه يا دكتور، بس أنت أكيد أنت عارف، بس أنت لما كتبت ستيلا هنا ما انت لما كتبت ستيل هنا يعني انت حددت كده ناس معينه اللي هتعرف. يعني كمان يعني وصف لنا حاله الغش حتى في السجاير، ان الواد اللي باع له السيجار كان غاشش السيجار، يعني حط له شويه حاجات فيه ما هياش مظبوطه. كمان اشار لدخوله للبار، واشار لدخوله للبار هنا زي كان ما بيكتبوا عن اللي ناوي على الفساد، فدخل البار بالوصف لانه جاب سيره السينما بعد كده بوصف الكاوبوي اللي داخل الباب بتاع الباب السوستر اللي بالطرفتين، فهو داخل يقتحم الباب، يعني كانه بينتقل من عالم الى عالم اخر. فهنا يعني هو شبه لنا منظر الكاوبوي زي في الافلام القديمه عشان يدخل البار، وهو فوجئ ان الراجل في البار، ودي من التداعيات المضحكة، يعني هو ورا الانضباط بقى وكده. فيه هنا بيسود النص خفة دم برضه، بس هي خفية، ان الواد اللي واقف على البار لابس بلطو ابيض، هو بقى البلطو الابيض في دماغه ليه معادل تاني موضوعي، ان يعني هو كأنه وسعت دايرة الترقب، البلطو الابيض ده بيستخدم في كام حاجة، فبقى فيه بلطو ابيض كمان موجود في البار. وطبعا الزجاجات هو ما قالش ماركات، يعني الحاجات اللي محطوطه. كمان ابتدى يترقب في فتاتين كانوا قاعدين، وطبعا يعني هم موجودين في المكان ده ممكن يكون يعني فرصه لتصيد زبون او حاجه بالشكل ده، يعني الجو ده كده. هو ابتدى يبص لهم بنظره ثانيه، لدرجه ان في واحده منهم هو بص لها نفس البصه اللي هي بتاعت ايرمان اللي كان في غادة الكاميليا، الشاب البريء اللي وقع في ايد الغنيه لاول مره. هو بالظبط في عباره هنا، قبل ان يمضي شاهد الفتاه تلتفت، سددت نحو نظره غامضه، لمح في عينيها بريقا لا يخطئه، حزن عميق وغشاء، برضه غشاء الطبيب ما بينساش من ضمن المصطلحات، وغشاء رقيق من الدمع، هل كانت تدعوه للبقاء الى جوارها؟ برضو النظره هنا نظره، يعني هو ما تخلصش تماما من النزعه اللي هي اصلا هو يعني موجوده فيها.